بيانو بيانو هو فسحة من الهدوء في زمن السرعة والضجيج. جايين الدنيا أجمل مقاطع عبد الوهاب من ألحان هي في مرحلة زواجه الثاني وليس الأولى. تعتقد في شي فنانة صاعدة ممكن تقدر تصير ليلى مراد؟ مع حبي واحترامي الشديد لكل الملحنين الجداد كله متأثر ببليغ. لما سمعت أم كلثوم تخنوه بصوت عبد الحليم حافظ قررت تتعاون مع بليغ. كنت أسمع بالأستاذ ناظم الغزالي، شعرت أنه هاللون العراقي رح يوصل للعالم العربي. بيانو بيانو ابتداء من أول شهر رمضان المبارك على قناة ألف اليوم HD. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.